اذا الف مبروك لنادي السد هارد لك لفريق الريان مباراه استاذ عبد العزيز كانت متساويه لكن ركلات الترجيح اهدت السد البطوله الثامنه عشرة صحيح ونقول مبروك للسد يمكن اقول مبروك للريان علي الاداء علي التكافل اللي كان موجود في المباراه مباراة جميلة حضور جماهيري يعني مميز 35 ألف ملعب مميز اسم مميز الثمامة غالي علي الاسم والعالم <applause> كله تعرف ليش غالي الثمامة علي أه على فكره وهي جزء من البر حق نادي الرياض في مدينه الرياض الـ لـ لـ وزي ما تفضلتي ضربات الترجيح هي ضربات الحظ نعم. لكن حقيقه بالنسبه لي انا ارى انه لو في كاسين لكن كاس الامير لازم يكون واحد نعم. لكن كلهم يستاهلون آه كابتن بدر يعني اليوم فريق الريان ايضا قدم مباراه كبيره لكن الفار كان له كلمه اخرى طبعا اكيد طبعا لو بتحصل بالارقام وكل شيء الناس كلها بتحط الاحصاء صحنا فيها كاس 50 50 لكن بالارقام دائما الناس بتحط انها السد هو اللي بياخذ البطوله 17 مره قبل فمش فكان في سيطره انا اقول الشوط الاول كان اكثر استحواذا فريق السد وتضييعا للفرص استغل نادي الريان واحده من هالفرص وضرب الجزاء ركله جزاء ترجموها بهدف الشوط الثاني طبعا صار في ضغط ايضا من فريق السد ليه ما احرزوا التعادل كان شيء طبيعي انك تطلع لأنه ما قدروا يلعبون اوقات اضافيه لان لسه بعدنا في الصيف فلعبوا على طول ركلات الترجيح نبارك للسيد نقول هارد دريان ومبارك عليهم الاستاد الجميل الثمامه صراحه اللي بيكون تحفه في كاس العالم ان شاء الله بالتاكيد خاصه وسط هذا الحضور الجماهيري نعم. نعم. كان مثل بروفا مصغره شفناها اليوم اذا رح نروح لاول فاصل بعد الفاصل